ما كانش في حاجة توقفنا. هل نيجي نتكلم على الحادثة وقدر الله ما شاء فعل، ودي كلها طبعا أقدار من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا مش عايز أفكرك بيها تاني، إن إحنا أنا ما جيت لك المستشفى وشفتك في المستشفى إحنا كلنا اتخضينا، فقلنا بقى شريف هيقدر يرجع بعد حادثة يرجع يلعب تاني؟ إيه اللي دار بقى في ذهنك بعد ما خلاص خلصنا من الحادثة ديت وبدأت ترجع تاني؟ بعد الحادثة رجعت بعدها بقد إيه؟ رجعت بعدها بثمان أشهر أو ثمان شهور. الفترة دي كنت بتفكر فيها إزاي يا شريف؟ كنت بفكر في كلام الدكاترة. قالوا لي عايز تلعب كورة صعب بس هتقدر، إحنا ما عندناش حاجة دلوقتي تقول لك ما تلعبش، بس أنت لازم اللي هتعمله كحمامات سباحة ورجع عضلاتك تاني ويشيلوا الكسور اللي في جسمك والحاجات دي تاني، دي حاجة هترجع لك أنت. أقدر ألعب تاني، كان كابتن صالح واقف وكابتن حسن حمدي والدكتور فروز، أقدر ألعب تاني؟ قال له يقدر بس اب تو هيم، يعني يرجع له هو العزيمه بقى اللي عنده. كابتن صالح قال لي انا عايزك تمشي على رجلك فقط، ده كلام الكابتن صالح الله يرحمه، عايزينك نرجعك لبيتكو كده بتمشي على رجلك. ده اللي انت الحاله اللي انت كنت فيها ساعه الحادثه صعبه جدا، مش صعبه يعني، حاجه استحاله لما تفكر فيها. انت ما شفتنيش بقى، كنت عامل زي رماح في انجلترا، الراجل لافف في وسطي مطلع حديد كده ومنزل حديد كده. لا انا لما شادد رجلي وشددني من تحت الركبه هنا بمسمار كده ومطلع فوق وصلبني في ال، لا هنا في المستشفى كمان كان منظر لا صعب. ده هناك انا ما رحت اتعدلت ودراعي ده كان مكسور كله كده، فكانت حكايه صعبه جدا ان انا انك تفكر وماشي بعكاز. فاكر لما جيت النادي عكاز كده وعكاز طبعا كده. طبعا قعدت في مستشفى مشاهير الحرب اللي في العجوزه وقفوني على رجلي تأهيل تأهيل، دخلت النادي بقيت انزل حمام السباحه، قالوا لي المايه الفيزيو سيرابي الالماني قالوا لي حلك المايه عضلاتك تشيل تاني العظم ده كله، وما تحطش رجلك خالص ست اشهر ولا تجري ولا تعمل اي حاجه، تبقى شهر ما تحطش رجلك خالص واكيد تبتدي تمشي، ابتديت اعرج واسمع طقطقه ظهري وانا ماشي لغايه لما لقوني في الملعب لوحدي، محدش كان بيمرني ولا حد كان بيعمل اي حاجه، فاتحين لي النادي فاتحين لي الجيم فاتحين لي اي حاجه لغايه لما كابتن مصطفى ما رحت رايح لكابتن عبد الصالح الوحش كان منتخب ساعتها، كانوا بيعسكروا في العجوزه كده في اوتيل ايوه في شهر زاد في كريون بقى كريون كانوا كريون ده، وقلت له انا عايز اتمرن معاكم النهارده، قال لي ايه؟ قلت له عايز اتمرن معاكم، كان بيتمرن عندنا في الاهلي الساعه 8 بالليل كان مظبوط، قال لي يا دي الدنيا هتنور ومش عارف ايه. لا كابتن عبد الصالح الوحش واتغديت معاهم ورحت وقلعت الهدومي وغيرت ونزلت في ملعب في النادي الاهلي عندنا واتمرنت معاهم اول تمرين. هل كنت فقدت الامل في الموضوع ده، ولا انت بعزيمتك اللي احنا كنا متعودين عليك شفناك بيها في الملعب انت عندك اراده حديديه، خد منك تفكير الرجوع مره تانية، ولا انت كنت حاطط ما دام هم قالوا لك دكاتره هتلعب يعني هتلعب، خد معاك وقت قد ايه بالظبط؟ تفضلت وقلت الجمهور جمهور فضل يساندك يسال عليا واحد اتنين وديته شريف فين في المطيات وانا متعور، بتديك حافز اكتر اروح اتفرج على ماتش يا شريف مش عارف ايه وحشنا، اتمرن اكتر اقوى، ففضل الحافز ده عندي، بس ربنا كان بيدينا بقى نعمه النسيان. انا نسيت انا كان فيا ايه خالص ونسيت انا عندي ايه، وبقيت اتمرن ها ان هو ده لما بعمل الجيم كده في رجلي عضلاتي عشان تجوع، ولما بعوم وبعمل تمرينات تحت الميه تقويه الميه زي ما علموني ده اداك امل اللي خلاني اكمل. طيب انت لما رجعت بعد كده حسيت ان الاضواء بعدت عنك شويه؟ بصراحه حسيت ان انا داخل من جديد، يعني من جديد هتعاوز تثبت نفسك من جديد، ده انا داخل من جديد اللي هو ايه يلا انزل العب الماتش ده عشان نخلص بقى. يعني انت طبعا الناس عاوزه تشوف عبد تشوف شريف عبد المنعم في الملعب، لكن الاذهان اللي هي مش فاكره اللي ممكن شريف يرجع تاني، لما كانت فاكره القديم. انا رجعت على مدرب مصري. مين كان مين المدرب؟ كان كابتن جوهري. كابتن جوهري طبعا رحمه الله عليه. كابتن جوهري من النوعيه انه لازم يشوفك سليم. بالظبط كده. اي لعيب عنده بيتعور من مش انا بس. مصطفى عبده الخطيب، طارق ابو زيد، شريف عبد المنعم، اي حد، علاء ميهوب، ياما ناس كانوا بالنسبه له
عماد اساسي ومستوى اول وكل حاجه وبيعتمد عليهم بيعشقهم. اول ما بيتعوروا خلاص كابتن جوري ما عندوش رحمه في عاوز يكسب زي اي مدرب زي اي مدرب. المدرب الانجليزي لو ما جالنا دون ريفي وانا كنت خارج من اتفرج عليا ويقولوا له ده عامل حادثه ويقولوا لي انا مش شايف حوادث ولا شايف اي حاجه. نعم ده راجل بيعمل كل حاجه في الكوره. يقولوا له اصل هو كان كابتن احمد ماهر بقى الله يرحمه برده كان ايه مساعد ليه. يقول له هو ممكن نص ساعه هاف تايم. طب انت حسيت بعد العوده انت كان بجواك احساسك ان انت كان فيك حاجه مش متاكد انك هترجع مره تانية بسرعه؟ حاسس باللي انت قلته قبل في اول البرنامج ان انا مش انا شريف بتاع زمان يعني. انت حاسس كده؟ عندي الاحساس عندي ازدواجيه قصر في رجل عن رجل والسبرنت بتاعي مش اللي هو كانش لسه بتجري بعرجه كده. بس انا وصلت بعد كده ان خلاص مبقاش عندي حاجه. بقيت انا بطير وفي ماتشات اشتغلت أنا على نفسك بقى. اشتغلت وفي ماتشات احنا كنا في كاس مصر كنت انت بتقول لي انزل انت اللي هتكسبنا النهارده وما اعرفش وانزل فعلا نعمل الطفره ونكسب كاس ونعمل حاجات كتير يعني. لولا الحادثه دي كان ممكن شريف عبد المنعم يبقى في حته تانية خالص زي ما بنقول؟ كنت مسافر بره. فين؟ كنت رايح تركيا. تركيا العقد اللي كان القديم ده بتاع فنرباكش. طيب انت مشوارك ككل مشوار بسيط؟ مشوار مليان حاجات كتير قوي. مليان حاجات كتير قوي. طالع نازل يمين شمال. طيب الاهلي سفرك انجلترا عشان تتعالج. وانت في انجلترا زي ما بتحكي لسه دلوقتي معلقين ايدك ومعلقين رجليك وجسمك كله هم بيحاولوا زي ما بيقولوا ايه يرموك. وانت في انجلترا في الحاله اللي انت كنت فيها دي كان عندك احساس انها ترجع وتلعب تاني؟ انا خدت اسبوع في انجلترا جالي حاله الواقع اللي انت كنت بتتكلم عنه ان انا مش هرجع العب كره تاني ده وان انا ممكن العب ولا ما العبش. جات لي حاله نفسيه وابتدوا يدوني حقن هناك وابتديت اتعصب واكسر في حاجات وكنت بعد تالت اسبوع. نعم لان الحكايه طولت قوي. انا تالت اسبوع ما بشوفش الارض بعمل كل حاجه في السرير باكل في السرير كل حاجه بعملها في السرير. فكانت حكايه صعبه قوي. اللي كان بيهون عليا بيبقى حد جاي على انجلترا يجي يزورني. نعم حد راح امريكا يعمل نايت ستوب في لندن ويجي يزورني من اصحابي. كنت معزول زي معزول يعني. كنت معزول ومش عارف بكره في ايه والحكايه طولت نفسيا بقى انت وقعت. انا المفروض هقعد شهرين في الشده دي. فكانش فيه موبايلات كان حكايه تتكلم على التليفون التليفون الارضي واحنا ما عندناش رفاهيه ان انا اكلم مصر كل دقيقه يعني. كانت مكالمات غاليه جدا طبعا. هنا بقى عن ال مين كان مرافقك في ال دكتور وفيق مكاوي. وفيق مكاوي كان الاتصال بينك وبين البيت ازاي؟ جوابات جوابات او مره اتكلم يعني كل فتره. المرة الوحيدة اللي جم قالوا لك فيها بعد ما انت بدأت ترجع لصحتك تاني وعافيتك تاني كانت امتى من الإصابة؟ بعد قد ايه من الإصابة؟ بعد ما رجعت من بعد ما رجعت من انجلترا. ما حدش كان يعرف حاجة غير لنا بس انا اللي كنت بروح اعمل اشاعات تاني. ومع الدكتور شرقاوي. فاكر الدكتور شرقاوي؟ طبعا الله يرحمه مصطفى الشرقاوي. مصطفى الشرقاوي كان بيتابعني ويقول لي اهو العظم لم الدنيا لمت العضلات. يعني انت رجعت من انجلترا كان لسه في عندك كسور في جسمك؟ لا 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 ست اشهر ضهري بيتقطع. اول ماتش لعبته بعد الاصابه بعد ما انت حسيت انا قلت لا ده شريف عبد المنعم بالعزيمه اللي عندك هرجع تاني وهلعب كان مباراه ايه؟ كانت مباراه الكروم اول ماتش في الدوري اسكندريه في استاد القاهره. استاد القاهره والنتيجه كانت 5-2. 5-2 في الماتش ده ودي كانت عودتي و اهو الهدف اهو. الهدف اهي ادي ماتش الكروم اهو. دي الكرة جات لك اهي عملتها بالعرض وصلت لي انا بقى. دي مقشر لك كرة اهي ولا في الاحلام. قصدها؟ قصدها؟ انا كنت ممكن اعدلها لنفسي. انا قلت انت بس احنا انا فاكر في الماتش ده كويس قوي لما قلنا اللعيبة كلها بالكامل. بص شوف رجعها فين. بص الكرة جاية كلاش يا زكريا. انا بقى جايلي وانا جاي منين؟ احنا كلنا كلاعيبة قلنا لازم نقف مع نرجع شريف عبد المنعم في اسرع وقت. اللعيبة كلها اتفقت على كده. دي بقى كانت المباراة الكروم بداية. دي البداية دي اللي خلتني استمريت 4-5 سنين.
ده كان السنة كام دي؟ 83 84 83 84. طب بطلت سنة كام؟ بطلت معاك 88.